في بداية الفيديو أحب أشكر كل اللي شاركونا في حملة يلا نرجع الخير لبيوتنا، والنهاردة الفيديو خاص بأخونا أبو عثمان القصاب من لبنان، وهو من أصل سوري وعايش في أمريكا اللاتينية. عبد الرحمن، السلام عليكم، كيفك؟ كيف الصحة؟ تحية مني لأسرة القناة وفرة في بيتك منوعات. حابب أعرفك عن نفسي، أنا أبو عثمان من لبنان، أصلي من سوريا، عايش بأمريكا اللاتينية بجزيرة استوائية اسمها كوراساو. هون شوب درجة حرارة ما بتنزل عن 27-28 درجة مئوية، بس هيك بتكون طول السنة، بتطلع بتوصل لل 31، بس نحن عايشين بمناخ استوائي. حابب فرجيكم على عرفكم وفرجيكم على التجربة اللي أنا عملتها. هون حنبلش هون بالأناناس، حنبلش هون بالأناناس، الأناناس طبيعي ما شاء الله كان، اللهم صل على النبي. هون هي طبيعي، أنا شريتها قصيتها من هون وزرعتها بالتربة وطلعت، اعتنت فيها وطلعت ما شاء الله. اي هون هي امام بيتي، كمان بحب الزريعة، بس هي صاحبة البيت، هي بتحب شو اسمه، بتحب تزرع هيك. انا بحب الفواكه والخضروات. هون قدام البيت عاملين زينة رمضان، كمان حابب بهالمناسبة لكم شهر مبارك ينعاد عليكم وعلينا بالصحة والسلامة. هلأ نحن عنا الساعة 4:30، لسه ما فطرنا، بنفطر الساعة 7 للعشرة. هاي الزريعة مختلف ألوانها، أول مرة بتزهر عندي، هاي بيضاء، هاي حمراء، هاي أصلا من البرازيل، بحطوها قدام البيوت، في لها شوك كبير. هاي أنا عاملة من زمان، حطيت من تحتها، كان في فراغ، كان في تراب، حبيت أحط من تحتها إنه لون تاني مشان هيك يعطيها أكثر جمال. أوكي، هاي زينة رمضان مرتي عملتها، حبت تغير جو. احنا ما عندنا فوانيس هون، نحن هون ما عندنا فوانيس. اي والله حبت تعمل فوانيس على ايديا. وهون هنيك عند جارتنا بتحب الزريعة، بركي مرة تانية بفرجيكم شو في عندها، بتحب الزريعة، عندها أصناف كثيرة من الزهور والورود. اي اخي عبد الرحمن، حابب بعرفك على جارتي صحة البيت، بيترا اسمها، بيترا عمرها 85 سنة، هي يوميا بتفيق الساعة 5 الصبح وبتبلش تشتغل بالزريعة وبالشجر وبتسقيهم، بتعطيهم فيتامين، اسمها بيترا. كنت باي بيترا تكون سبون أوتر بيا كنت باي كيما رايبة من أقارب تبع بيترا. وإذا أنتم حابين إنه مرة تانية أعملكم فيديو خاص عن الحديقة تبعتها، نعمل بإذن الله. حابب فرجيكم تمر هندي، شجر التمارين هون بيسموه بأمريكا اللاتينية، مثل حبوب الفول. سبحان الله، أنا بعمله على الفطور، ولا أطيب من هيك يعني، بس بده مي وسكر وبيصبخ وبيطلع طعمته كتير طيبة. ليكم هون مليانة شجرة مليانة وكبيرة، اللهم صل على النبي. هيك بيكون
وهيدا بيكون هيك، هيدا هو. ها منيح، ممتاز جدا، سبحان الله. هيدا هو التمر هندي الاصلي هون بامريكا اللاتينية. هلا التمر الهندي في من اسيا بيجي اكبر من هيك، بس انا هيدا بيعجبني كتير. هون في محاولة زراعة دالية، دالية عنب صغيرة، هي وحدة وهي وحدة. هون هي بابايا، هي شجر بابايا، سيتون صغار زرعهم. أنا كانوا بمطرح تاني، كانوا مطرح تاني دية، جبتهم حطيت لهم وزرعتهم. هون هون هاي الفاكهة البابايا هي صغيرة. هون دالية، عريشة عنب دالية، ما بعرف إذا عم تفهموني. هي دالية، هي من نوع مثل الزينة، أصفر طويل، لأنه عندي نوع تاني كمان. وعندي كمان هون هي التوتة، بتعطي طريقة حلوة. هون بيجي هيدا هو السمر، هاي التوتة أوقات بيطلع توت طويل ما شاء الله. هاي غير شكل بإذن الله تعالى. هم بالصبار أوليفيرا، حب حطها مع الكوكتيل أو مع العصير بالخلاط، بتعطي نتيجة كتير منيحة أوليفيرا. هلا في عالم بيحطوه على الوش بيعملوا ماسك، بس أنا شخصيا بحطها مع العصير، كمان منيحة ومفيدة كتير. في فاكهة رهيبة رهيبة كمان متسلقة، مثل العريشة، مثل عريشة العنب، وفاكهتها كتير رهيبة، صفرة وبقلبها في بذور حامضة، كتير طيبة كتير طيبة. هاي الشجرة أكيد. عندي هاي الشجرة الأكاديمية، هاي شجرة الأكاديمية، أكاديمية الزعرورة نقول عنا بلبنان وبسوريا، نقول عنا هاي أكاديمية أو زعرورة. في شاب صاحبنا من لبنان جيب بذور معه من لبنان وزرعناها وطلعت، بس المشكلة انه بدها تطعيم، بدها شجرة هون تكون مثمرة حتى اقدر طعمها، بس ما في شجرة من هيدا الاكاديمية هون بالجزيرة عنا محل ما قاعد. تعيننا الله. هون هي شجرة تانية نفس النوع التانية، حابب هيك، حابب انه يلتقوا مع بعضهم وتبلش اصقصهم ونظفهم عشان يعطوا انتاج. ها هي من هون، هي صغيرة كمان، صغيرة ايوة. وهي نوع تاني من عريشة العنب، هي مشان ورقة العنب، مشان اعمل طبخ ورق العنب. كبيرة ما شاء الله، هي قصصها قبل رمضان من شي 6-7 ايام. اللهم صل على النبي، صلوا على النبي يا جماعة. هي طرية، طرية جدا ما شاء الله يا ولد العين. هي قصصها من شي 4-5 ايام. وعندي كمان مربى دجاج، مربى دجاج، هذا دجاج بسموه البراهما، دجاج حلو مرتب ومن عيلة كويسة ولا أفقى من هيك، وبسمع الكلمة. خاصية البراهما بيعطي بيضة منيح وبيعطي لحم كمان. ومنه أنا من الزبل أجلكم بحط شو اسمه، بحط للزرع. صلوا على النبي يا جماعة. هذا البيت أنا عملته كمان. اها هون هاي في بيضة. هذا البيت عملته من 10 ايام كلته من قصاصة وخشب ميتر كلته. هيدا عتي ما كلفني شيء من القصاصة، ما في غير القفل
القفل والشبك. وهون انا هون عندي ترامبولين لاشخاص اصدقائنا تخت على الشمس. وجبت لبته وحطيت عملتها كمان بيت للجاج. انا صلي عم اشتغل بهالارض صلي سنه باذن الله تعالى، بس انا ما بقدر استغنى عن هالشجره. هالشجره اسمها مورينجا، هي شجره اسمها مورينجا، شجره المعجزه، فيها كل الفوائد. يعني ما فيديوهات بدها حتى واحد يوصف. عندي انا زرعتها من حبه وطلعت هيك وممتازة، وبحطها بعملها مثل الشاي، مي سخنة، ما بدها غير مي سخنة، وبحط لها شوية سكر، اوقات من دون سكر بشربها، كثير مفيدة. هاي اسمها الشجرة المعجزة. شخص صديق هداني هاي دراجون فروت، هون بالاسباني اسمها بيتايا. دراجون فروت تطلع فاكهة حمراء رهيبة وطيبة كتير مثل القشطة، بس من برا القشرة تبعتها حمراء. هون بأمريكا اللاتينية في نفسها ذاتها اسمها بيتاجا، بس من برا خضرة. فرجيكم العمل اليدوي كمان. مرتي هي خياطة، شيلت القديم، قلت لها أنا خلي بركي نجيب واحد جديد، طقم جديد، لأنه هيدا واجهة البيت. الله، هي من القصاصات تبعونا القديمين أو من الأشياء اللي كنت عم شغل فيهم، خيطت وصدهم ودهنتهم. هي بس حابب أقول لكم على شيء. هي عندي هي الشجرة، هي العريشة، هي العريشة للورق العنب، خاصة للورق العنب. مثل ما قلت لكم بالمرة الماضية، هي خاصة طارية جدا، ما بدها غلي كتير. صلوا على النبي يا جماعة، زيدوا الصلاة مرة ثانية. اللهم صل على سيدنا محمد. هي أنا عملتها من تفجير الهوائي عند صديقنا، عنده إياها، كانت شجرة كبيرة وكان غصن طويل، حطيت تراب، جرحتها شوي، شلت اللحاق القشرة وحطيت الكيس ولفيته بشرطتيون او لزقه وطلعت. اللهم صل على النبي، يعني بعد يعني شهر ونص، بدها شهر ونص، هي شهر وخمس ايام بلش الجذور يطلع برات الكيس ما شاء الله. تزيير هوائي كثير كثير منيح. انا عامل كمان تزيير هوائي ثاني، هي الرمانة. هي الرمانة للأسف الشديد تسجيل الهوائي أكثر شيء لازم يكون يقعد شهر ونص، بس هي أنا تركتها شهرين ونص، لأنه الكيس طلع فيه جذور وكل شيء، بس أنا تأخرت. الكيس نشف، كيس الرمل نشف والجذور الدقيقة كسرت، بس الحمد لله لحقته وبلش يطلع هيدا كله جديد. انا كل يوم بتفقدها لانه عزيزة علي وحابب انه يكون عندي شجرة رمان، هي بتعطي حبة اكبر. اوكي، هلا هون كمان في عندي التينة ما بعرف، ما بتطلع، ما بتكبر، مع انه انا عامل لها كل الشغلات، على طول بهتم بميتها. هي على فكره بخليها بس عشان تحافظ على شو اسمه، على الرطوبه، لانه هون شمس، منطقه حاره. اوكي، هون في عندي دجاج كمان، دجاج البلدي، حطت معهم ديك برهما مشان شو اسمه، وعندي دجاج قاعد فوق البيض. ان شاء الله بركي مره تانية بنعمل فيديو. وعندي سيسان، طلع سيسان مهجن، دجاج البلدي، بس دجاج البلدي اللي هون صغير ما بيطلع كيلو.
هيدا ديك البراهما كبير 5 كيلو ما شاء الله، بس طلع عندنا صيصان مهجب. اوكي هلا هون في عندي كمان، هون في اناناس باين ابل، كمان هون اناناس، هدول اكلناهم وزرعناهم، هي وهي. اوكي واكاتي، هي اواكاتي عمل تطعيم. اواكاتي فاكهة يعني غنية عن التعريف. اوكي هاي بابايا، بتجي بابايا كبيرة ضخمة، هاي بتجي بابايا ضخمة كبيرة، هستها صغيرة. هاي شريت وحدة، شلت البذور شمستهم 5 ايام بعدين زرعتهم بشي مثل هيك اكواب صغيرة، وطلعوا ما شاء الله. عندي هاي كمان، هاي اختهم الكبيرة، هي عمرها 11 شهر او سنة، خلينا نقول سنة. هاي اختهم تانية كمان، الحمد لله رب العالمين، اسمها بابايا. هاي ليكو هون 15/4/2020، هاي السنة مضت انا بلشت هون، ما كان في شي نهائيا ابدا، ما كان في شي. وهون عصب السكر الاحمر، في اخضر واحمر، عصب السكر كثير رهيب، كمان محاولة جديدة، هيدا كليته جديد، هون ما كان في شيء، هون كان كليته ارض رملية، بس حبيت اهتم فيها. بس الشيء اللي ساعدني انه في عنا بير، هون في عنا بير مي، وهون على فكرة نحن ما عنا انهار، ما عنا نحن هون مي التحلية، مي كثير غالية. بس انا بحب الزراعة. وهي اوريجانو زعتر، زعتر الاخضر هون يلي بلبنان غير، لبنان سوريا غير، بس نفس الطعمة نفس الريحة ابدا سبحان الله. وهي يعني عندي زرع كم شغلة الحمد لله، انه بنزرع بيطلع الحمد لله. وهون هيدا قسم تاني، هيدا كمان، هيدا موز بينقله، في منه بافريقيا وامريكا اللاتينية، هيدا بينقله مثل البطاطا، بيحبوها الشعوب. ان شاء الله بركي مرة تانية بنعمل فيديو عنا باذن الله تعالى. ما تنسوا تعملوا لايك لقناة ابو عبد الرحمن، والله بيستاهل، وان شاء الله بنوصلوا للمليون باذن الله تعالى. ولازم يكون عندنا ثقافة اللايك، لانه ابو عبد الرحمن وغيره عم يتعذبوا لحتى يعملونا هالفيديو، حتى نحن كمان نتعلم. وشكرا، بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.